الحضور الكريم، اسمحوا لنا أن نبدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية يعقوب نشيد الاتحاد الأفريقي. السيد رئيس الجمهورية، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول، السيدات والسادة، أرحب بحضراتكم جميعا على أرض السلام ومهد الحضارة مصر في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية هنا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية. يشرفني أن أقدم لحضراتكم نبذة عن المعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالثة IATF 2023، والذي يعقده البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بنك أفريكسم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. تم افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية منذ 5 سنوات وتحديداً عام 2018 بالقاهرة، واليوم يعود إلينا المعرض الأفريقي للتجارة البينية في دورته الثالثة، حيث أن الدورة الثانية من المعرض IATF 2021 أقيمت في جنوب أفريقيا. يقدم المعرض IATF 2023 فرصة مميزة من خلال منصة الأعمال التي تتيح الوصول إلى سوق أفريقية متكاملة تضم أكثر من 1.3 مليار شخص، حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 3 تريليونات ونصف تريليون دولار. يضم المعرض الأفريقي للتجارة البينية 9 مكونات أساسية، ومن أبرزهم معرض التجارة ومنتدى التجارة والاستثمار، روابط أفريقيا الخلاقة كانكس، منصة للتبادلات ما بين الشركات، أيام الدول، معرض سيارات أفريقيا AAAM، والمعرض الافتراضي للتجارة، وبرنامج الاتحاد الأفريقي للشركات الناشئة للشباب.